السلام عليكم ورحمة الله، معكم بنان من Colors for Life. أرحب أرحب فيكم في سلسلة كروشيه بطانية تبع الشمس من تصميم كاثرين بلاي. البطانية زي ما أنتم شايفين مكونة من وحدات. الجزء اليوم إن شاء الله حيكون الجزء الرابع، وهو يتحدث عن الوحدة المتوسطة رقم 3 أو الوحدة دال. دال إحنا وصلنا دال. اللي هو اسم الوحدة سمر بريز أو انتعاش الصيف. الوحدة هذه مطلوب منك انك انت تعملي 8. الآن اللي كانوا بيتابعوني على الانستغرام لاحظوا انه في خيط خلص علي، وفعلا الخيط اللي انا بتكلم عنه اللي هو السنكست 15 أو الأصفر المدرج هذا. الآن انا سويت الوحدة بحيث انه انا يتبقى لي يمكن أقل من متر واحد في البكرة. الخطأ ما هو مني، الخطأ من المصممة والله أعلم. هي كانت كاتبة إنه أنتي محتاجة اللون البرتقالي المتدرج اللي هو السن كيست 12 هذا، شايفته؟ حاطة إنه أنتي حتحتاجي 100 جرام، يعني بكرتين. والأصفر المدرج اللي هو سن كيست رقم 15 حتستخدمي 25 جرام، اللي هو نص بكرة. يعني كان المفروض إن أنا هذا ما عاد أستخدمه. اللي حاصل انا اتوقع انها بدلت الارقام. المفترض اني انا استهلك نص بكرة اللي هو الاورنج المتدرج، واللي استهلك بكرتين كاملة اللي هو الاصفر هذا. اللي صار في دال باترون انا غيرت الالوان شوية، مشيت الى هذا السطر الاخير اللي باللون الاورنج المدرج هنا. خلاص المفروض ان انا اعمله بالاصفر المتدرج. لما حسبت وزنت لقيت انه ما حيكفيني نهائيا ان انا استخدم الاصفر المتدرج بعد هذا المربع وبعد هذا السطر، ويدوبك يكفيني الباقي ان انا اكمل الثمانية الوحدات المطلوبة. فعملت ان انا استخدمت واستبدلت الاصفر المدرج بالبرتقالي، او ايوة بالبرتقالي المدرج. خلاص عذرا على الخطأ الغير مقصود، فعلا ما هو مقصود مني، وفعلا هي بتستخدم الأصفر المدرج حتى في وحدات أخرى. اللي أنا حسويه إن أنا حلعب لكم على الألوان بحيث نبقى في نفس الثيم للبنات اللي بيستخدموا نفس ألواني واشتروا ألوان وخيوط بناء على الكلام اللي أنا قلته. هحاول إن أنا أبقى في نفس الثيم اللي هو درجات الأصفر والأورنج طبعا، بس ألعب على الألوان شوية بحيث اني ما اخرب شكل بطانية تبع الشمس، وفي نفس الوقت ما اكون في حاجة اني انا اشتري بكرات جديدة، لانه صعب جدا انه انا اطلب من البنات، بالذات البنات اللي طلبوا عن طريق تاجرات، فحرام اعرضهم لهذه المشكلة. وعادي زي ما قلت لكم دائما البنات يسألوني طب غلقت الالوان، ابدأي العبي في الالوان. مو لازم كل الوحدات تكون طبق الأصل، حاولي إنك تلعبي في الألوان. ممكن تعملي يعني هو مطلوب 8، أعملي 4 بمجموعة لونية، أو بدلي لو واحد لون واحد سطر إذا غلق عليكي بدلي. خلاص وبس، إن شاء الله يكون المربع سهل وبسيط اليوم تشوفوا. فعلا كان بسيط المربع وسهل وبسرعة عمل، ما ياخد وقت. يلا نبدأ. نبدأ الدور الأول. هشتغل باللون اللايت براون أو البني الفاتح، ورقمه 659. بسم الله. في دائرة سحرية هطلع 3 سلاسل، 1 2 3. بعد كده في نفس الدائرة هعمل 11 عمود، 1 2 11. بعد كده هقفل الدائرة السحرية وانهي بمنزلقة في اول 3 سلاسل. طبعا اول 3 سلاسل تعتبريها عمود، واعذروني اذا بتسمعوا الغسالة تبعتي. اول 3 سلاسل هنا
هقفل منزلقة. بنهاية الدور الأول المفروض لما تجي تعد الغرز هيكون عندك 12 عمود. الدور الثاني هتطلعي 3 سلاسل، 1 2 3، هتعملي عمود في نفس الغرزة، خلاص. بعد كده يبدأ التكرار، هتعملي سلسلة عمودين في الغرزة التالية، 1 2، هتكرري داير ما يدور. آخر تكرار بعده تعملي سلسلة وتكفلي بمنزلقة في أول 3 سلاسل. هكرر وأرجع لك. بنهاية الدور الثاني راح يكون عندك 24 عمود و12 فراغ بسلسلة واحدة. الدور الثالث هشتغل فيه باللون الأصفر الفاتح اللي هو السوفت يلو ورقمه 508. هأبدأ بعمل حشو واقف في أول عمود من عمودين، أو تشبكي بمنزلقة وتطلعي سلسلة وتعملي حشو. بسم الله نبدأ الدور. عندك الأعمدة موجودة في مجموعات من 2، أول عمود في أي مجموعة هعمل فيه حشو واقف وأشتغل مرة واحدة فوق الديل، خلاص. بعد كده هأعمل حشو في الغرزة التالية اللي هو حيكون العمود الثاني. الآن يبدأ التكرار، هعمل حشو 3 سلاسل حشو في فراغ السلسلة التالي، حشو 2 3، بعدين حشو. بعد كده هتعملي حشو في الغرزتين التالية، هذا 1 وهذا 2. بعد كده هعمل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، اتجاهل فراغ السلسلة التالي واعمل حشو في الغرزتين التالية، اكرر داير ما يدور واقفل بمنزلقة في اول حشو. كمل الدور وارجع لك. بنهاية الدور الثالث حيكون عندك 24 حشو، 6 فراغات ب5 سلاسل و6 فراغات ب3 سلاسل. الدور الرابع بنفس اللون هكمل، هطلع سلسلة بعد ما شبكتي بمنزلقة، هتطلعي سلسلة تعملي حشو في نفس الفراغ او في نفس الغرزة اللي انت شبكتي عندها او انهيتي عندها الدور. هتجاهل الغرزتين التالية اللي هي 2 حشو. بعد كده هيبدأ تكرار، هتعملي 4 أعمدة سلسلتين، 4 أعمدة في فراغ 3 سلاسل التالي، 1 2 3 4، سلسلتين بعدين 4 أعمدة، 1 2 3 4. هتجاهل الغرزتين التالية اللي هي 2 الحشو اللي هنا. بعد كده هعمل حشو في الغرزة التالية اللي هي هنا قبل فراغ 5 سلاسل. بعد كده هشتغل حشو في فراغ السلسلة من الدور 2 وأمام فراغ 5 سلاسل من الدور 3 بهذه الطريقة. وحتجاهل فراغ 5 سلاسل. بعد كده هعمل حشو في الغرزة التالية اللي هو الحشو الأول اللي على طول بعد فراغ 5 سلاسل. بعد كده هتجاهل الغرزتين التالية اللي هي 2 حشو في فراغ 3 سلاسل، هعمل 4 أعمدة سلسلتين، 4 أعمدة، 1 2 3 4، سلسلتين، 4 أعمدة.
واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. كذا يكون خلصت تكرارك. حتكرري داير ما يدور، تنهي بمزلقة في أول غرزة عملتيها اللي هي الحشو اللي هنا، تقص الخيط وتخفي النهايات. حكرر الدور وأرجع لك. بنهاية الدور الرابع حيكون عندك 48 عمود، 18 حشو و6 فراغات بسلسلتين. الدور الخامس هشتغل باللون السانكيست 12 اللي هو الأورنج المدرج. هعمل عمود واقف في أي فراغ بخمس سلاسل من الدور الثالث خلف الدور الرابع، أو تشبكي بمنزلقة وتطلع ثلاث سلاسل وتعتبريها العمود. بسم الله نبدأ الدور. بعد كده هتعملي 4 أعمدة سلسلتين، 5 أعمدة في نفس فراغ الخمس سلاسل اللي انتي واقفة عنده. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، سلسلتين، بعدين 5 أعمدة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. خلاص الآن يبدأ التكرار. هتعملي حشو في فراغ السلسلة من الدور الثاني، طيب الدور الثاني اللي كان باللون البني الفاتح، فراغ السلسلة هنا ما بين الاثنين الحشو اللي فوقهم البتلة من الدور الرابع، لكن من الخلف هتعمليها بهذه الطريقة. هتدخلي الصنارة هنا، شايفة فراغ السلسلة لما تيجي تبعدي في ده الفراغ، ولو رخيتي كده هتلاقيها فراغ السلسلة هنا، شوفيها. هتعملي حشو بدي الطريقة، لما ترفع البتلة هتلاقي الحشو اللي عملتيه في قلب البتلة من الدور الرابع. طيب بعد كده هتعملي 5 أعمدة سلسلتين، 5 أعمدة فراغ السلسلة الخمس سلاسل التالي هنا. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، سلسلتين، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. طيب هتكرري داير ما يدور، تنهي بمنزلقة في أول عمود هنا عملتيه. اوكي هكمل الدور وارجع لك. بنهاية الدور الخامس هيكون عندك 60 عمود، 6 حشوات و6 فراغات بسلسلتين في رؤوس البتلات. الدور السادس هشتغل فيه باللون السوفت يلو، أو أفتح درجة من درجات الأصفر ورقمها 508. هبدأ بحشو واقف في أي فراغ بالسلسلتين، طيب من الدور الخامس، أو أطلع أشبك بمنزلقة وأطلع سلسلة وأعمل حشو. بسم الله نبدأ. هذا الحشو، وحشو في نفس الغرزة أو الفراغ اللي أنا واقفة عنده. طيب الآن يبدأ التكرار. هعمل نص عمود خلفي في الغرزتين التالية، خليني أوخر هذا، نص عمود خلفي في الغرزتين التالية. هذا واحد، اثنين. بعد كده هعمل بريد خلفي أو عمود خلفي في الغرزة التالية. سلسلتين، اتجاهل الخمس الغرز التالية. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة.
عمود خلفي في الغرزة اللي بعدها. نص عمود خلفي في الغرزتين التالية. النص عمود خلفي هذا واحد وهذا اثنين. في فراغ السلسلتين هعمل اثنين حشو، هذا واحد وهذا اثنين. هكرر داير ما يدور، انهي بمنزلقة. في اول حشو سويته، هكمل الدور وارجع لك. بنهاية الدور السادس حيكون عندك 24 نص عمود خلفي، 12 عمود خلفي و12 حشو، 6 فراغات بسلسلتين. الدور السابع هكمل بنفس اللون، هطلع بسم الله نبدأ، هطلع 4 سلاسل واعتبرها أول عمود زائدا سلسلة. خلاص الآن يبدأ التكرار، هعمل عمود في الأربع الغرز التالية. واحد اثنين ثلاثة أربعة. بعد كده هعمل غرزة الفي اللي هي عمود سلسلة عمود في فراغ السلسلتين من الدور ستة، وأيضا مرة واحدة فراغ السلسلتين من الدور أربعة عشان أشبك البتلة في الشغل مرة واحدة كده. طيب فنعمل V اللي هي عمود سلسلة عمود. بعد كده هعمل عمود في الأربع الغرز التالية. واحد، خلينا نشتغل مرة واحدة فوق الديل هذا. واحد اثنين ثلاثة أربعة. آخر حاجة هعمل سلسلة كده، يكون خلص التكرار. هكرر داير ما يدور، بعدين أشبك بمنزلقة في ثالث سلسلة من سلاسل البداية وتقص الخيط. أكمل الدور وأرجع لك. بنهاية الدور السابع هيكون عندك 48 عمود، 6 غرز في أو غرز سبعة متكونة من 12 عمود وستة فراغات بسلسلة واحدة، وأيضا ستة فراغات بسلسلة موجودين هنا، شايفتهم؟ الدور الثامن هستخدم اللون الرست أو اللون الأورنج الغامق ورقمه 671. هبدأ وأعمل عمود واقف في أي فراغ بسلسلة، لكن فراغ بسلسلة موجود بين عمودين عاديين مو خاصين بغرزة الفي، يعني فراغات السلاسل لو تلاحظي موجودة فوق رؤوس البتلات سواء باللون الأورنج أو باللون الأصفر الفاتح. فأنت هتعملي عمود واقف فوق بتلة بأورنج فاتح في فراغ سلسلة هنا، يعني هذه غرزة الفي اللي هنا ما تشتغلي فيها، هتمسكي فراغ السلسلة اللي هنا. هعمل عمود واقف أو تشبكي بمنزلقة تطلعي ثلاث سلاسل وتعتبريها عمود تبعك. بسم الله نبدأ. هذا أول عمود عندي. بعد كده في نفس الفراغ هعمل ثلاث أعمدة سلسلتين أربع أعمدة. واحد اثنين ثلاثة سلسلتين أربع أعمدة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. الآن يبدأ التكرار، هتتجاهلي الغرزتين التالية، تعملي حشو في فراغ في الغرزة اللي بعدها. هتتجاهلي الغرزتين التالية في فراغ السلسلة الخاص بغرزة الفي، هتعملي أربع أعمدة سلسلتين أربع أعمدة. واحد اثنين
ثلاثة أربعة سلسلتين واحد اثنين ثلاثة أربعة. حتكرر الداير ما يدور، تنهي بمنزلقة وتقص الخيط. أكرر الدور وأرجع لك. بنهاية الدور الثامن راح يكون عندك 96 عمود، 12 حشو و12 فراغ بسلسلتين. الدور التاسع خلاص، الدور هذا حنشتغل في الغرز الحشو فقط من الدور السابق، وحنشتغل باللون السانكيست رقم 15 اللي هو اللون الأصفر المدرج. طيب باللون السانكيست 15 هشتغل عمود بلفتين واقف في آخر حشو سويتيه في الدور الثامن. أنا بالنسبة لي هذا كان أول حشو، عفوا هذا آخر حشو سويته، خلاص شايفينه. هي الفكرة وما فيها بس أنه أنت تنسق الدور بحيث أنه يكون عندك الشغل مرتب أو الوردة مرتبة. حقيقة أنا أشوف أنه ما تفرق كثير، بس ممكن يفرق على موضوع البتلات وترتيبها. فأنت عندك آخر حشو استغلتيها في الدور الثامن هي اللي حتبدأي فيها وتعملي فيها عمود بلفتين واقف، أو تشبكي بمنزلقة تطلعي أربع سلاسل وتعتبريها عمود بلفتين. بسم الله نبدأ عمود بلفتين. خلاص بعد كده هعمل اثنين عمود بلفتين، سلسلتين، ثلاثة عمود بلفتين في نفس الغرزة اللي أنا واقفة عندها. هذا واحد اثنين سلسلتين واحد اثنين ثلاثة هذا الديل بس خرج. اوكي بعد كده ابدا التكرار. هعمل سلسلتين، هتجاهل العشر الغرز التالية اللي هي البتلة التالية. هعمل ثلاثة اعمدة، سلسلتين ثلاث اعمدة في الغرزة اللي بعد اللي هو الحشو التالي. اعمدة وليس عمود بلفتين، اعمدة عادية بلفة واحدة. فأنا عندي هذا أول عمود بلفة، اثنين، ثلاثة، سلسلتين، بعدين ثلاثة أعمدة بلفة، واحد، اثنين، ثلاثة. بعد كده هعمل ثلاث سلاسل، واحد، اثنين، ثلاثة. هتجاهل العشر الغرز التالية اللي هي البتلة التالية كاملة. في الغرزة اللي بعد اللي هو الحشو اللي بعد هعمل ثلاث أعمدة، سلسلتين، ثلاث أعمدة أخرى، أعمدة بلفة وليس لفتين، واحد، اثنين، ثلاثة، سلسلة، اثنين، عمود بلفة، اثنين، ثلاثة. بعد كده هعمل سلسلتين، اتجاهل العشر الغرز التالية اللي هي البتلة التالية، وفي الغرزة اللي بعد اللي هو الحشو التالي هعمل ثلاث أعمدة بلفتين، سلسلتين، ثلاثة أعمدة بلفتين. واحد، اثنين، ثلاثة، سلسلتين،
ثلاث أعمدة بلفتين، واحد اثنين ثلاثة. كده يكون خلص تكرارك. هتكرري داير ما يدور، ولما تنهي تنهي بمنزلقة وتقصي الخيط. هكمل الدور وارجع لك. بنهاية الدور التاسع المفروض يكون عندك 48 عمود، 24 عمود بلفتين، 4 فراغات بثلاث سلاسل اللي حيكونوا موجودين بين مجموعات الأعمدة. خلاص هنا في عندك واحدة فراغ بثلاث سلاسل، فراغ بثلاث سلاسل، وهنا وهنا، خلاص، وعشرين فراغ بسلسلتين. الآن الدور العاشر هستخدم فيه اللون اللايت أورنج أو البرتقالي الفاتح، رقمه 639. بسم الله نبدأ. هشتغل عمود واقف في فراغ سلسلتين موجود في مجموعة أعمدة بلفتين. خلاص عندك أعمدة بلفتين ثلاثة، سلسلتين أعمدة بلفتين ثلاثة، ففراغ السلسلتين اللي في دي المجموعة سواء هنا أو هنا أو هنا أو هنا ما تفرق، المهم إنه مجموعة أعمدة بلفتين هشتغل فيها عمود واقف أو تشبك بمنزلقة تطلعي ثلاث سلاسل وتعتبريها عمود. بسم الله نبدأ. خلاص بعد كده هعمل عمود سلسلتين، اثنين عمود في نفس الفراغ، عمود سلسلتين، عمود، عمود. خلاص وهذا حيكون الزاوية تبعت المربع الجديد من الآن وصاعدا. الآن يبدأ التكرار. هعمل عمود في الغرزة التالية، اثنين عمود في الغرزة اللي بعدها، هذا واحد وهذا اثنين، عمود في الغرزة اللي بعدها. الآن في تكرار صغير يبدأ من هنا. هعمل حشو في فراغ السلسلتين من الدور التاسع، وأيضا في خلال فراغ السلسلتين من الدور الثامن اللي هو فراغ السلسلتين تبعت البتلة اللي تحته، يعني فوقهم كده من بعضهم هعمل الحشو فوق الاثنين. اوكي بعد كده هعمل نص عمود خلفي في الثلاث الغرز التالية، واحد اثنين ثلاثة، اثنين حشو في فراغ السلسلتين التالي، واحد اثنين، نص عمود خلفي في الغرز الثلاثة التالية. واحد اثنين ثلاثة. خلاص هتكرري هذا الكلام كمان مرة، اللي هو الحشو في فراغ السلاسل من الدور التاسع والثامن، ونص عمود خلفي في الثلاثة الغرز، اثنين حشو، نص عمود خلفي في الثلاثة الغرز اللي بعدها. خلاص هكرر وارجع لك. بعد كده هتعملي حشو في فراغ السلاسل اللي موجود من الدور تسعة، وبالإضافة إليها تشبكي معها فراغ السلسلتين من الدور ثمانية تبعت البتلة بهذه الطريقة. نكمل تكرارنا الأساسي، طبعا هذا الحشو من ضمن التكرار الأساسي. هتعملي عمود في الغرزة التالية، هتعملي عمودين في اللي بعدها، هذا واحد وده اثنين، عمود في اللي بعدها في فراغ السلسلتين اللي واحد تكون الزاوية الجديدة تبعت المربع، هتعملي اثنين عمود سلسلتين، اثنين عمود.
كده يكون خلص تكرارك تبع الضلع الواحد. هتكرري داير ما يدور، تنهي بمنزلقة وتقص الخيط. هكرر الدور وارجع لك. بنهاية الدور العاشر راح يكون عندك 48 عمود و 48 نص عمود خلفي، 28 حشو واربع فراغات بسلسلتين. الدور ال 11 هشتغل فيه باللون السوفت يلو او الاصفر الفاتح ورقمه 508. هشتغل عمود واقف في اي فراغ بسلسلتين في الزاوية، او اشبك من منزلقة اطلع ثلاث سلاسل وتعتبريها العمود تبعك. بسم الله نبدأ. في نفس الفراغ هعمل عمود سلسلتين، اثنين عمود. الآن يبدأ تكرار الضلع. هعمل عمود خلفي أو بريد خلفي في الست الغرز التالية. واحد، ستة. هتتجاهل الغرزة التالية اللي هي الحشو اللي فيه السلاسل، فراغات السلاسل. بعد كده هتعملي حشو في الثمانية الغرز التالية. واحد، اثنين، ثمانية. هعمل سلسلة واتجاهل الغرزة التالية اللي حتكون الحشو ما بين المجموعتين هذه. بعد كده هعمل حشو في الثمانية الغرز التالية. واحد، ثمانية. هتجاهل الغرزة التالية اللي حتكون الحشو اللي هنا. بعد كده هعمل عمود خلفي أو بريد خلفي في الست الغرز التالية. واحد، ستة. في فراغ السلسلتين هعمل اثنين عمود سلسلتين، اثنين عمود. واحد، اثنين، كده يكون خلصت تكرارك تبع الضلع الواحد. هتكرري داير ما يدور في كل باقي الأضلاع الثلاثة، تنهي بمنزلقة، تقص الخيط. هكمل الدور وأرجع لك. بنهاية الدور الـ11 حيكون عندك 64 حشو، 48 عمود خلفي، 16 عمود وأربع فراغات بسلسلة واحدة وأربع فراغات بسلسلتين. فراغات اللي بسلسلة واحدة موجودة في المنتصف هنا، منتصف الضلع هنا وهنا وهنا وهنا. فراغات السلسلتين اللي هي في الزوايا. نكمل الآن الدور الـ12 باللون اللايت أورنج أو الأورنج الفاتح أو البرتقال الفاتح ورقمه 639. بسم الله نبدأ. هشتغل عمود واقف في فراغ سلسلتين في أي زاوية، أو تشبكي بمنزلقة تطلع ثلاث سلاسل وتعتبريها العمود تبعك. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده في نفس الفراغ هشتغل عمود سلسلتين عمودين. يعني يصير في المجمل الزاوية تبعتك تتكون من عمودين سلسلتين عمودين. هذه الزاوية. الآن يبدأ تكرار الضلع الواحد. هعمل عمود في الثمانية الغرز التالية. واحد، اثنين. ثمانية. بعد كده هعمل عمود خلفي في الثمانية الغرز التالية. واحد، ثمانية.
بعد كده هعمل غرزة عنقود بثلاث أعمدة بلفتين في الحشو من الدور 10، تقع خلف فراغ السلسلة. هذا الدور 10، الحشو اللي تجاهلناه سوينا فوقه فراغ السلسلة، في ده الحشو راح أعمل غرزة العنقود. ثلاث أعمدة بلفتين، هذا أول عمود بلفتين فقط في غرزة الحشو، فراغ السلسلة للخلف أضعه وما أشتغل فيه. خلاص، هذا أول عمود بلفتين، وما تكمليه طبعا، دائما نسوي غرزة العنقود ثلاث أعمدة بلفتين. ثاني عمود، ثالث عمود، بعدين تلفي وتسحب من كل الأربع لفات. هتتجاهلي فراغ السلسلة من الدور 11، بعد كده هتعملي عمود خلفي في الثمانية الغرز التالية اللي هي غرز الحشو. واحد، اثنين، ثمانية. بعد كده هعمل عمود في الثمانية الغرز التالية. واحد، ثمانية. فراغ السلسلتين راح اعمل اثنين عمود سلسلتين، اثنين عمود. كده يكون خلصت تكرار الضلع الواحد. هتكملي داير ما يدور، تنهي بمنزلقة وتقصي الخيط. هكمل الدور وارجع لك. بنهاية الدور 12 المفروض يكون عندك 80 عمود، 64 عمود خلفي، واربع عناقيد بعمود، ثلاث اعمدة بلفتين، واربع فراغات بسلسلتين. الدور 13 في البترون الاصلي هي مستخدمة سانكست 15 اللي هو اللون الاصفر المدرج. ان كان عندك بكرتين واكتر استخدمي اللون، ان كان عندك واحدة بكرة لاني انا اتوقع انه هي مخربطة بالالوان زي ما قلت في بداية الفيديو، او مخربطة في ارقام الالوان، عشان كده صارت في خربطة شوية حاصلة، وبحاول ان انا اعوض على البنات بدون الحاجة الى شراء بكرات جديدة. فهستخدم اللون اللي قالت عليه انه هو تحتاج منه كتير وما احتاجت، هستخدم اللون البرتقالي المدرج اللي هو 12. خلاص، لكن زي ما بقول لك، اذا تبي تمشي على الباترون الاصلي هتستخدمي سانكست 15 اللي هو الاصفر المدرج، وانا في هذه الحاله هستخدم الاورنج المدرج، وحتصير مربع درجات الاورنج، ما هي مشكله. هابدا بنص عمود واقف في اي فراغ بسلسلتين في زاويه. بسم الله نبدا. او تشبكي بمنزلقة تطلعي سلسلتين وتعتبريها نص عمود. بعد كده هتعملي سلسلتين نص عمود في نفس الفراغ. الان هعمل يبدأ تكرار الضلع الواحد، هعمل نص عمود في العشر الغرز التالية. واحد، اثنين، عشرة. بعد كده هتجاهل الغرزة التالية وأعمل نص عمود خلفي في السبع الغرز التالية. واحد، سبعة. كمان مرة هتجاهل الغرزة وأعمل نص عمود في السبع الغرز، نص عمود خلفي في السبع الغرز التالية. فأنا هتجاهل غرزة العنقود وبعدين في السبع الغرز التالية هعمل نص عمود خلفي.
واحد، سبعة، بعد كده هتجاهل الغرزة التالية وأعمل، طبعا هذه الغرزة هتتجاهليها، بعدين أعمل نص عمود في العشر الغرز التالية. واحد، عشرة، في فراغ السلسلتين هعمل نص عمود سلسلتين نص عمود. كده يكون خلصت تكرار الضلع الواحد. هتكرري داير ما يدور، تنهي بمنزلقة وتقصي الخيط. هكرر وارجع لك. بنهاية الدور 13 المفروض يكون عندك 88 نص عمود و56 نص عمود خلفي وأربع فراغات بسلسلتين. الدور 14 هشتغل فيه باللايت جرين أو الأخضر الفاتح ورقمه 642. هأبدأ بنص عمود واقف في أي فراغ سلسلتين في زاوية، أو تشبكي بمنزلقة تطلعي سلسلتين وتعتبريها النص عمود تبعك. بسم الله نبدأ. اوكي، بعد كده هعمل اثنين نص عمود في نفس الفراغ. واحد، اثنين. الآن يبدأ تكرار الضلع الواحد. هعمل عمود خلفي في العشرة الغرز التالية. واحد، اثنين، عشرة. هتجاهل الغرزة التالية وأعمل نص عمود في الـ14 غرزة التالية. واحد، اثنين، 14. هتجاهل الغرزة التالية وأعمل عمود خلفي في العشر الغرز التالية. واحد، عشرة. في فراغ السلسلتين هتعملي ثلاث نص عمود. واحد، اثنين، ثلاثة. كده يكون خلص تكرار الدور الواحد. اوكي، هتكرري داير ما يدور، تنهي بمنزلقة ولا تقص الخيط. هكرر وارجع لك. بنهاية الدور 14 راح يكون عندك 80 عمود خلفي و68 نص عمود. الدور 15 اللي هو حيكون الدور الأخير إن شاء الله، هتكمل بنفس اللون الأخضر الفاتح. هتطلعي ثلاث سلاسل وتعتبريها أول عمود. واحد، اثنين، ثلاثة. هتعملي خمسة أعمدة في الغرزة التالية. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. الآن يبدأ تكرار الضلع الواحد. هتتجاهل الغرزة التالية، تعملي عمود في 35 غرزة اللي بعدها. فأنا هتجاهل هذه، بعدين واحد، اثنين، خمسة وثلاثين. في الغرزة التالية هتعملي خمسة أعمدة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. كده يكون خلص تكرار الضلع الواحد. هتكرري داير ما يدور، تنهي بمنزلقة وتقص الخيط، تخفي كل نهاياتك. كمل الدور وارجع لك. بنهاية الدور 15 راح يكون عندك 160 عمود في المجمل. خلاص، هذا هو شكل الوحدة. أتمنى أنها تكون سهلة وبسيطة وحلوة. الآن يعني زي ما انت شايفة ما كان مؤثر كثير تغير اللون،
وزي ما قلت لك هذا شيء يرجع لك انت، اذا حبيتي تغيري وتلعبي في الالوان غيري والعبي في الالوان. احسبي قبل يعني لما تبي تعملي مثلا قال لك اعملي 5 ولا 6 ولا 7 ولا 8 وحدات من نفس الشكل، لا تعمليها كلها في نفس الوقت، اعملي وحده واحده واحسبي كم استهلكتي خيوط او كم وزن الجرام اذا كان عندك ميزان، حيساعدك كثير. وبعدين اعملي كل الوحدات اللي موجوده عندك عشان تشوفي اذا كان يعني تكفيك الخيوط او لا تقدري تلعبي. وبعدين عادي لما يقول لك اعملي 8 وحدات مو شرط كلها نفس اللون، ممكن تمسكي 4 وحدات تعملي هذا باللون بخيط، واذا خلص عليكي روحي امسكي خيط ثاني مقارب له او كونتراست على النقيض تماما واشتغلي بيه، غيري العبي. ممكن تشوفي اذا مثلا حيكفيكي انه مثلا تبدلي يعني تعملي اربع مربعات مثلا الاصفر هنا والاربع الثانيه الاورنج الغامق هنا، خلاص تجي الاربع اللي بعدها تعملي الاصفر اللي هنا مع الاورنج هنا، والمربع الثاني تعكسي الاصفر اذا عملتيه هنا صرت تعملي الاورنج هنا. اتمنى تكونوا فهمتوا التركيبات اللونيه، غيري زي ما تبغي. حتى لو سويتي كل مربع بلون ما هي مشكله، ولا حد حيقول لك ليش عملتي كده، لسبب بسيط للغايه. هذه بطانيتك وهذه يعني مشروع زهور عباد الشمس او زهور تباع الشمس. مفترض انها تكون حديقة لتباع الشمس او بستان تباع الشمس في يعني انه يقارب للطبيعة. احنا ما بنعمل طبيعة، احنا بنحاكي عمل الطبيعة، وعمل الطبيعة يقول انه ما في اثنين طبق الاصل من بعض، لازم يكون في تغيير. فجميل انك انت تغيري شوية وتلعبي شوية في الالوان، ما هي مشكلة. حتى لو مثلا هذه كل واحدة والتانية غيرتي، سويت 2 اسود 3 بني غامق 2 بني فاتح وهكذا، ايش المشكلة؟ ما في اي مشكلة. فبس معلي طولت عليكم في مقدمة وفي في نهاية الفيديو، بس اتمنى انه يكون الفيديو ده سهل وبسيط وحلو وعجبكم وسريع. انا بالنسبة لي هذا واحد من الوحدات السريعة. وخلاص اذا كان عندكم اي سؤال او استفسار مرحبا بكم، اكتبوا اسئلتكم في التعليقات اسفل الفيديو، وياريت تعملوا لي لايك اذا عجبكم الفيديو وتشتركوا في قناتي اذا كنتوا جديدين، واتمنى انه يكون فحواها مفيد بالنسبه لكم. نهاركم سعيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.